في المرمى، مساء الرياضة، طابت أوقاتكم. ومصادر إيطالية: كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء. جيسوس في حديث للبرتغاليين: السعودية جنة الأطفال، وروشن أقوى من البرتغالي. وقبل مواجهة القادسية محرز الأهلي قضية تتصاعد، لا مساهمات ولا رضا في المدرجات. وأمام الوحدة ويسلي ابن ساو باولو، ابن الرجل الذي اعتزل بالإصابة. الاتحاد يواجه الخليج وسورينامي الأصل بثلاثة أولاد وعارضة أزياء وإنفلونسر هولندي الاتحاد بيرغ فاين. سعود عبد الحميد في أول ظهور لسعودي مع روما وفي بطولة أوروبية للأندية. السلام عليكم. سجل سعود عبد الحميد الدولي السعودي مشاركته للمرة الأولى مع ناديه الجديد روما الإيطالي خلال مباراة الفريقين، فريق الإيطالي وأتلتيكو بالباو الأسباني ضمن منافسات الدوري الأوروبي. ودخل عبد الحميد بديلا لزميره التركي سيليك في الشوط الثاني بعدما بقي على مقاعد البدلاء أمام يوفنتوس وجونوا وأودينيزي. قالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه تحديات لإقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقررة صيفا في الولايات المتحدة. وتشهد هذه البطولة مشاركة عربية بتواجد الهلال السعودي والوداد المغربي والأهلي المصري والترجي التونسي والعين الإماراتي. وتحولوا إلى إيطاليا، من هناك التحق بنا الزميل لوكا بيانكين من صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت. لوكا أهلا بك معنا. لوكا، أنت كاتب الخبر اليوم في أو زميلك لكاتب الخبر في لا غازيتا، يعني هل من تفاصيل أخرى غير ما نشر وضيفت بعد ذاك؟ نعم بالتأكيد، هناك بعض القلق بشأن حقوق البث التلفزيوني والمشاركة في كأس العالم للأندية. ندرك أن هذه البطولة سوف تلعب في نهاية الموسم بعد شهر يونيو ويوليو، ولكن ثمة بعض المشكلات الآن لا سيما فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني. الفيفا كان يتوقع الحصول على حوالي 4 مليارات دولار من إيرادات من حقوق البث التلفزيوني، ولكن فشل الفيفا في الحصول على ذلك حتى الآن. ينبغي أن ننتظر، هناك بعض الأمور تحدث، لسنا متأكدين بأن الموضوع سوف يمضي قدما، ولكن يجب أن نتذكر أيضا ما قاله كارلو أنشيلوتي بشأن مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية في الوقت الراهن. يجب علينا أن ننتظر قليلا لأن الموضوع معقد، لم يحسم الأمر بعد ولكنه معقد. نعم، هل هناك مشاكل على مستوى الملاعب أيضا والتجهيزات الأمريكية لإقامة البطولة كما فهمت غير البث التلفزيوني؟
بالنسبة للملاعب سوف يتم الإعلان عنها بنهاية هذا الشهر. حصل تغيير في قائمة الملاعب التي سوف تلعب فيها مباريات، ولكن لا أعتقد أن الملاعب هي المشكلة. المشكلة هي الأموال وحقوق البث التلفزيوني، وكذلك مع الفيفا دفعه في هذه البطولة. ندرك أن اللاعبين لديهم بعض القلق بشأن مشاركتهم، وطبعا اللاعب سيلعبون موسم بكامله ثم يلعبون في كأس العالم الأندية. الأمر ليس بسهل، وهناك الأندية تحتاج لأن تحصل أموال للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الجديد الكبير. الفكرة في البداية هو أن يكون هناك أموال للجميع، ولكن الآن أعتقد الفيفا أدرك بأن هذا لن يكون أمرا سهلا، لن يكون هناك سهولة في الحصول على هذه الأموال لدفعها إلى الأندية واللاعبين. جميل لوكا، خلينا نلخص ما تقول يعني بطريقة أخرى. فيفا كان يأمل بأن يكون هناك دخل عالي لهذه البطولة من خلال بيع الحقوق، من خلال الرعايات. هو تفاجأ بأن لا يوجد عروض مناسبة لشراء حقوق البطولة، لا توجد رعايات مناسبة. سيصبح فيفا يدفع أكثر مما ستدخل هذه البطولة. معنى ذلك أن الأندية لن تجد ما تحفز به لاعبيها لزيادة ساعات العمل لديهم في الصيف، وهو غير مطلوب منهم سابقا. هل هذه كل القصة؟ Yes, correct. هذا صحيح تماما. فحاول الفيفا أن يتوصل إلى اتفاق للحصول على ملياري الدولار بالنسبة لهذه البطولة، فشل هذا المسعى طبعا، ونحن في شهر سبتمبر، وبالتالي الفيفا لديها الوقت لإبرام صفقة مع شركة أبولو أو غيرها من الشركات، لكن الأمر لن يكون سهلا. والأندية الكبرى ينبغي أن تحصل حوالي 40 مليون يورو للمشاركة في البطولة، والأرقام تتغير وتغيرت. ونادي مثل ريال مدريد أو إنتر ميلان سيحصل على حوالي 20 مليون دولار للمشاركة في البطولة، وهذا طبعا أمر مختلف. إذن أعتقد أننا سنواجه بعض المشكلات في هذا الأمر. متى ستكون الصورة واضحة؟ إما بتأجيل هذه البطولة أو إقامتها أو نقلها إلى مكان آخر يدفع فلوس أكثر من الأمريكان. طبعا هذا خيار. زملائي تحدثوا عن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال كبلد مضيف لهذه البطولة، لكن أعتقد أنه في الوقت الراهن لا يمكن أن نكون متأكدين من هذا سيحصل. طبعا هناك بعض الاعتبارات فيما يتعلق بهذه البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إمكانية أيضا بأن الفيفا قد يتوصل إلى اتفاق مع جهة مانحة للحصول على أموال تنظيم هذه البطولة، وهذا أمر معقد. أيضا يجب أن ننتظر حتى الأسبوع المقبل، ربما سيعقد اجتماع فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، وهذا سيكون أمر مهم لهذه البطولة. جميل، شكرا جزيلا لوكا بيانكين من صحيفة لغازيتا ديلو سبورت الإيطالية. رد البرتغالي جيسوس مدرب الهلال على ادعاءات مدرب منتخب هولندا كومان التي انتقد فيها الدوري السعودي، وقال جيسوس بأن الدوري السعودي أفضل من نظيريه في هولندا والبرتغال. جيسوس أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة أبولا البرتغالية، وكان حديثا بالكامل موجها لمواطنيه البرتغاليين بصفة مباشرة. O futuro, não direi que o futuro do futebol vai ser a Arábia Saudita, porque não vai. O futuro do futebol vai ser sempre a Europa, mas o futebol saudita vai estar num patamar com os anos que vão avançando, e penso que o tempo vai chegar ao top 5, não tenho dúvida nenhuma.
perguntei-lhe, aquilo que eu falei foi que ele vinha para uma grande equipa, não ia faltar nada e que a família dele ia estar super feliz na Arábia Saudita, porque é um país onde dá uma segurança total a qualquer pessoa e muito mais às crianças que estudam, não é? E isso tanto assim que ele já me disse, mister, tinhas razão, isto aqui é um paraíso para os nossos filhos. E ele também está super feliz e eu estou contente. جرت الخميس قرعة دور 16 لبطولة كأس الملك في السعودية والتي وضعت الهلال حامل اللقب أمام مضيفه الطائفي حائل، فيما سيواجه الوصيف النسخة الماضية النصر التعاون في الرياض، ويلتقي فريق العاصمة الرياض مع جاره الشباب، ويتواجه العربي مع الفيحة، بينما يحل الجندل ضيفا على الاتحاد بعدما أخرج القطب الجداوي الآخر الأهلي. الوحدة سيواجه القادسية، والاتفاق سيواجه الجبلين والنجمة في مواجهة الرائد في مباراة تعيد عبق التاريخ بين هذين الفريقين. المباريات ستقام في 28 و29 من أكتوبر الذي ننتظره بعد أيام. كما قلت المباريات ستقام في 28 من أكتوبر الذي ننتظره بعد أيام. وقفة ولا بعد ذلك نذهب إلى الجولة المقبلة من الدوري والأهلي في مواجهة القادسية ومحرز، قضية تتصاعد، لا مساهمات ولا رضا في المدرجات. أما في الاتحاد فنقلب صفحات الهولندي السورينامي الأصل، وهناك ثلاثة أولاد عارضة أزياء، إنفلونسر وهولندي الاتحاد. حياكم الله، تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بالمباريات التالية. النصر أمام الوحدة في 26 دقيقة توقيت الرياض، الاتحاد أمام الخليج والقادسية أمام الأهلي. ونذهب إلى النصر ونقلب صفحة البرازيلي ويسلي قبل أن نتحدث عن المباراة. ساو باولو في 5 من شهر مارس سنة 2005 شهدت ميلاد ويسلي غاسوفا ريبيرو. والده فلاديمير مارس كرة القدم ولعب لنواد غير مشهورة في البرتغال وبلجيكا قبل أن يتعرض لإصابة أنهت مشواره. استطاع بعدها أن يزرع في ابنه حب كرة القدم. حبه لنادي كورينثيانس ظهر مبكراً بعد أن انضم إليه وهو لم يتخطى 11، وحقق معه 3 بطولات. كان يتنقل بين أفينيدا بوليستا للدراسة صباحاً ثم إلى تاتوابي للتدرب مع الفريق مساءً. كان هذا روتين ويسلي اليومي حتى 2022 سنة توقيعه أول عقد احترافي مع فريقه. يتابعه على إنستغرام 1,300,000 شخص، ارتفع العدد ب100,000 بعد التحاقه بنادي النصر. يؤكد عبر إنستغرام عشقه لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان. بعد الانتقال إلى النصر أكد أن الأصفر العاصمي يرسم له حلم الأصفر البرازيلي. كبرازيلي عاشق لسحر كرة القدم، لا يوجد لون أحبه بعقلي وقلبي مثل الأصفر. هو amarelo combina comigo.
نذهب إلى عبد عطيف. وعبد عطيف مثل ويسلي ابن عائلة رياضية. عبد الوالد كان يلعب كرة عشان كذا طلعتوا كلكم ما شاء الله ستة تلعبون في المنتخب، ولا كذا طلعتوا بدون؟ مساء الخير بتالو على جميع المشاهدين في المرمى. لا هو محب وعاشق لكرة القدم لكن ما كان لاعب. ما لعب. إيه ما لعب لكن طيب. ما كان يعني عجبك المباراة حتى. عجبك ما شاء الله. إيه ويسلي يعجبك ولا يعجبك الجناح الآخر أنكيل؟ لا هم يعني كل في خصائص لكن أنا بسألك عن الجناح اللي أحبه أنا. إيه؟ أنا الجناح اللي أحبه يعني أولا اللي عنده التكنيك مو شرط إنه سريع جدا عنده سرعة لكن التكنيك أعلى من السرعة. أيه؟ هذا دائما صاحب حلول صراحه. عطنا مثال لانه عشان تقرب الصوره للناس. مثل حاليا ولا سابقا؟ ما بكيفك، المهم ان الناس يعني تقترب الصوره. يعني مثلا الان مثل سانشو في تشيلسي، مثل يعني هذول اللي يحضروني الان، مثل لو ذكرنا مثلا في خلينا نقول في ارسنال مثلا بوساكا، يعني بعض الاجنحه اللي عنده رجل حلوة وعنده المراوغات أكثر من السرعات صراحة. في لعيبة عندهم السرعة وعندهم مراوغة لكن السرعة أكثر. طيب. يعني فهذا يفرق صراحة، لأن اللي عنده التكنيك يستطيع أنه يجد الحلول في المساحات الضيقة صراحة. زين الوحدة فريق نايم هالموسم، والوحدة كذا يصعد الممتاز يقعد له موسمين ويصحصح يهزم له فريق كبير بعدين يرجع للدرجة الأولى على طول، وهو يبدو لي اشتاق للدرجة الأولى هالسنة، ما رأى الفريق جدا نايم يعني. فالنصر يوم جاء الإيطالي بيولي تحس إنه وضع بصمة ولا مبكر؟ في أي لمسة شاهدتها متغيرة عن نصر كاسترو؟ شوف خلنا نأخذ الأخيرة حقت اللمسة الأخيرة. هو واضح راح للأربعة أربعة اثنين. طيب. 4-4-2 أنا أتكلم في الدوري، ما الكأس كانت مختلفة ولها ظروفها الخاصة، لكن أتكلم مباراة الاتفاق هو لعب بالأربعة أربعة اثنين، وكثير من الناس اللي تابعتهم ما ذكر هذه النقطة صراحة في التحليل وكذا. لا هو واضح اللي يقول لك ما غير، التغيير بسيط 4-4-2 تلسكا مهاجم ثاني مع كريستيانو وغريب وماني على الأطراف، فبالتالي أنا بالنسبة لي هذا التغيير واضح، وكان في غياب بروزوفيتش وضع الخيبري وأوتافيو محورين يعني ارتكاز، فهذا تغيير واضح يعني. طيب. تغير واضح من 4-3-3 انتقل منها يعني. طيب. كل تفرعاتها اللي أنت تقولها يا أو الأسلوب اللي تقوله دائما يا بتال، لا هو تغير عن 4-3-3 إلى 4-4-2 واضح. طيب هل التغيير اللي أحدثه بيولي دليل على أنه فهم إمكانيات فريقه ولا لسه قاعد يطبق نموذج بدون فهم؟ أنا بالنسبة لي لا، وضح إنه عنده شوي رؤية، لكن ومع ذلك الوقت كان قصير يعني الوقت كان ضيق، لكن الآن في نقطة مهمة، هو معرفته بإمكانيات والخصائص الفردية لكل لاعب. أنا أعتقد إنه شاف أشرطة فيديو لمباريات كثيرة للنصر، والآن حيقف عن قرب في التمارين وحيشاهدهم بشكل يومي، فبالتالي أنا هذا هنا المحك. أنا في بعض المراكز وبعض اللاعبين أنا بالنسبة لي لو تغير فيها قناعاته حبصم له بشكل كبير، إنه عنده رؤية جدا عالية بالنسبة، هذا بالنسبة لي أنا، بالبعض قد يختلف معي يقول لا هو عنده رؤية رغم بقاؤه على بعض المراكز اللي يعني أنا ما زلت أشوف إن فيها ضعف في نادي النصر ومسببة صداع للنصراويين. جميل. عبدو سامحني اليوم يعني مضطر ننهي بسرعة لأننا عندنا اليوم زحمة شوية ووقتنا يعني راح علينا. شكرا عبدو، نعوضك بكرة إن شاء الله كابتن. شكرا كابتن عبدو عطيف. وقبل مباراة القادسية محرز قضية. لا محرز طبعا. ليه؟ محرز وأرقامه كلها بتتكلم يعني، هو الموسم اللي فات هو أفضل مساهم للأهداف في الدوري السعودي، يعني هو تقريبا 32 مساهمة. بداية موسم رافقتها إصابة حرمت جماهير الأهلي من الاستمتاع بمستوى رياض محرز. هذه الإصابة لم تكن الوحيدة،
رياض غادر مباراة ضمك بعد شوط واحد. الجماهير على منصة إكس صبت غضبها على النجم الجزائري منتقدة مستواه الذي ظهر به منذ بداية الموسم، لكن مدربه يايلسا دافع عن نجمه قائلا: In general, we have a lot of matches now. You saw that, so there is always the importance about rotation, giving new energy on the pitch, and that was the approach I had in the second half. رياض عاد ونشر عبر حسابه على إكس موضحا أنه يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وخاض المباراتين الماضيتين تحت ظروف صعبة، وأن الراحة أمر حتمي لاستعادة مستواه. محرز وصل متأخرا بثلاثة أيام بعد انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وذلك بإذن خاص من إدارة الفريق. الوصول المتأخر صاحبه زيادة ملفتة في الوزن تركت العديد من علامات الاستفهام حول مدى جاهزية نجم الفريق الجداوي. عصام عامر، العربية. مصطفى حجي، جناح طاهر جميل كان في جهتي في الجهة الأخرى المقابلة لمحرز. أهلا كابتن مصطفى، كيف الحال؟ حياك الله، اشتقنا لك كابتن. طبعا أنت لعب جناح يسار قبل ما يصير الفلسفة حقت المدربين اللي يلعب اليسار يروح يمين واللي يلعب اليمين يروح يسار، والعكس اللي سووه يعني مدربين اللي جو بعدك. محرز قضية صارت في السعودية، قضية حتى في الجزائر، يتحدثون عن الجزائريين بشيء من الامتعاض، السعوديين يتحدثون عنه بشيء من عدم الرضا. أنت كيف تشوف القضية؟ طبعا نتكلم قبل مواجهة بكرة القادسية اللي يمكن ما يلعبها الأهلي والقادسية. مساء الخير، أنا سعيد أن أراك مجددا. أهلا وسهلا كابتن. بالنسبة لمحرز أنا أقول ذلك من قبل، محرز رائع، لاعب مميز، هو لاعب فنان، هو لاعب مبدع، ولكن كما قلت لكم في المرة الأخيرة عندما يزداد اللاعب وزنا بأربعة أو خمسة كيلوغرام يفقد من سرعته ولم يعد هو اللاعب، وتأثيره في الملعب يتراجع رغم مهاراته. طبعا هو له قدم يسرى سحرية، صحيح، لكن اليوم وقد قلت ذلك من قبل، تتذكر كابتن قبل 6 أو 7 شهور قلت إن محرز زاد وزنه، وهذا شيء يمكن أن نراه في وجهه وكذلك في حركاته. فمحرز له مشكلة الآن في الجزائر والسعودية، عليه أن يراجع نفسه وأن يخس قليلا ويعود إلى محرز الحقيقي الذي ترك كالجماهير يحلمون، والذين لعب كرة قدم جميلة. لست أدري إذا كان سيلعب المباراة القادمة، ولكن من الصعوبة أن نرى محرز كما نعرفناه إذا ما لم يخسر بعض الوزن. جميل كابتن، هذه مسؤوليات يايسلا مدرب الأهلي، المدرب الألماني وجهازه الفني، أو مسؤولية محرز الشخصية مثل زيادة الوزن، مثل بطء الحركة اللي قاعد يصير، مسؤولية استعادة أرقامه من جديد، أرقامه الحقيقية تقع على عاتق من بالدرجة الأولى؟ أعتقد أن المسؤولية مسؤولية اللاعب، لأن اللاعب لاعب محترف، والمدرب لا يمكن إلا أن يضعه على دكة البدلاء إذا لم يفقد وزنه، ويجب عليه أن يدعو اللاعب ليفقد بعض الوزن. ولكن اللاعب محرز عليه أيضا أن يعطي أفضل ما لديه، اليوم يجب أن يحترم الفريق وكذلك الجماهير، ومحرز اليوم عليه أن يفقد بعض من وزنه، وقد لعب في أفضل الأندية في العالم، عليه أن يترك نفسه بهذه الحالة. مرة أخرى أضع المسؤولية أكثر على محرز من المدرب، فالمدرب يعطي تعليمات، ولكن المحرز هو اللاعب المحترف الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، وإذا لم يفعل ذلك وإذا لم يتقيد بتعليمات تعليمات المدرب، أعتقد أنه سوف يستبعد ما لم يستعد لياقته البدنية. كابتن، أنا أظن أن الجمهور والأهلاويين بالتحديد الجزائريين يتعاملون بقسوة مع محرز في هذه اللحظات. يعني كابتن، مثلا جمهور الأهلي أول ما جاء محرز نبغى لاعب أي، نبغى لاعب أي، يعني ما ينظرون لمحرز أنه لاعب فئة أي يعني في الفريق، رغم أنه جاهم من السيتي، هو بطل أوروبا،
يعني محقق دوري الأبطال وجاء للأهلي، فالوضع مختلف يعني. لذا لم يجد التقدير الكافي، بينما لاعب يأتي من ليفربول احتياطي لا يلعب يعطونه إشارة الكابتنية، حتى محرز ما أعطوا إشارة القيادة. أنا أعتقد أنه محرز يعاني نفسيا في الأهلي لأن لم يلقى التقدير الكافي كما وجد مثلا بنزيمة في الاتحاد. صحيح، بنزيما عندما شاهدناه في الموسم الماضي فقد تغير كثيرا هذا الموسم. ربما محرز هو في نفس الوضع، ربما قد يحتاج إلى من يرافقه. صحيح يجب أن يشعر بأنه مرتاح، ولكن هذا لا يفسر كل المشاكل، لأنه كما قلت من قبل محرز هو من أفضل اللاعبين في العالم. عندما جاء إلى السعودية طبعا كان قد فاز بدوري أبطال ومن أفضل اللاعبين في العالم، وحتى إذا لم يرافقه أحد وحتى إذا واجه وضع صعب. طبعا عندما نحب لاعب ونعرف أنه قام بأمور سحرية نصبح أكثر تشددا معه، ولا نستطيع أن نقبل أن يتراجع في أدائه وفي لعبه. وطبعا الجماهير يحبون محرز ويريدون منه أن يتغير، سواء كانوا جزائريين أو سعوديين أو مشجعين بشكل عام. ولكن صحيح ثم اليوم إذا كان اللاعب يواجه مشكلات خارج الملعب، ربما مشكلات عائلية أو مع أصدقائه أو مع أسرته، أعتقد يجب أن يكون هناك نقاش معه وأن يكون هناك مرافقة له، ربما تركز على الجانب العاطفي أيضا. ربما محرز بحاجة المزيد من الاهتمام. جميل، شكرا جزيلا كابتن مصطفى حاجي. وفي مباراة أخرى الخليج في مواجهة الاتحاد، نقلب في صفحات بيرك فاين. ابن مدينة أمستردام والذي تنحدر أصوله من جمهورية سورينام في أمريكا الجنوبية، تربطه علاقة صداقة منذ 2015 مع عارضة الأزياء كلويجي لويس. أنجبت من اللاعب ولداً في 2020 سماه ستيفي، قبل أن ينفصل عنها بعد ذلك بعام ويرتبط مع الإنفلونسر سيم سميث، وأنجب منها ولدين أيدن ولويس. بيركفاين وبعيداً عن ملاعب كرة القدم يهتم كثيراً بالسيارات الفارهة، يعشق علامة المرسيدس الألمانية ورولز رويس البريطانية. الجناح الهولندي ربطته علاقة صداقة منذ الطفولة بالهولندي صاحب الأصول المغربية عبد الحق نوري لاعب أياكس، الذي وقع في غيبوبة منذ 7 سنوات بعد أزمة قلبية في أرض ملعب المباراة الودية بين أياكس وفيردر بريمن. بيركفاين وتضامناً مع صديق طفولته اختار رقم 34 في الاتحاد، وهو رقم نوري السابق في أياكس. بيركفاين لديه طريقة احتفال خاصة بتسجيل الأهداف لا يرمز بها لشيء معين، بل أشار إلى أنه استوحاها من لعبة فيفا الإلكترونية بناء على نصيحة أصدقائه. الحقيقة أنه بيركفاين لفت الأنظار وذوق حلو في السيارات وفي البنات بعد، واللي مكونين عائلته طوال مسيرته. خلينا نذهب إلى خميس الزهراني. خميس حياك الله، عجبك بيركفاين؟ سهل، حياك الله سيد بتال. كلاعب بدون شك أيوة كلاعب تصنيفه أنه من اللاعبين المميز أيوة بس كلاعب تصنيفه أنه المقدمة حقتك وسؤالك جو يعني لخبط علينا. على كل حال كلاعب لاعب مميز، ما تستطيع تصنيفه من اللاعبين الفئة A الجاي من الدوري الهولندي ومن أقوى أندية الدوري الهولندي، وأيضا جاي من المنتخب الهولندي وعلى قضية جدال في قضية انتقال الدوري السعودي. لاعب مميز بدنيا مهاريا، لاعب من صندوق للصندوق. في اعتقادي أنه مسألة وقت حيكون إن شاء الله من العناصر المؤثرة والقوية، ليس على مستوى الاتحاد بل على متعة كرة القدم في الدوري السعودي. كابتن، نشعر أنه بيركفاين مو جاهز بدنيا. تلاحظ أنت لما يفتح سبرنت مثلا طويل تحسه مو بنفس بيركفاين اللي أنت شفته مثلا يعني سابقا.
اعتقد في طبعا التاقلم في الدوري السعودي ودخوله في جو المباريات وما اخذ الوقت الكافي قد يكون في انسجام مع قضيه اللاعبين. طريقه اللعب وجود ايضا حسن كادش كلاعب ظهير دور الدفاعي اكبر بنسبه 90% مؤثر عليه تماما في المباريات القادمه. متى ما وجد الثنائيه الجيده مع الظهير المناسب له اعتقد حيشكلون ثنائي مميز دفاعيا وهجوميا. واعتقد معاذ فقيه يملك نفس جوده الاداء الفني هجوميا وايضا اللي يخليهم اكثر وقت موجودين بالكوره في الثلث الهجومي. جميل. لكن من الصعب جدا انه يقعد هو لاعب هجومي لوحده وكل مره مطالب انه يرجع يعمل دفاعي. اعتقد مجهود عالي كبير وحيؤثر على ادائه الفني. اتفق معك تماما هو ليس في الجاهزيه الكامله ولكنه يعني حيكون علامه فارقه في الدوري السعودي ولنادي الاتحاد متى ما شكل الثنائيه المناسبه مع الظهير الايسر وايضا لاعب المحور. طيب الطريقه اللي يلعبها لوران بلا تناسب بيرك فاين؟ طبعا كلاعب جناح تقليدي وهي خانته المميزة أكيد أنه مناسب له تماما. واللاعب حتى في مباراة الهلال حتى في المباراة اللي شارك فيها أثبت جدارته وأثبت قدرته وكفاءته. كابتن ما كان كويس قدام الهلال حميس ما كان كويس ما كان كويس قدام الهلال. الاتحاد بشكل عام ما كان كويس الاتحاد كله كمنظومة ما كان يعني مباراة احنا كنا شفناها بس فردي في قرارته مباراة ما شفنا بيرك فاين فيها يعني شفنا مباراة بس في 18 الاتحاد كانت. أنا أتكلم القرارات الفردية هو على المستوى الشخصي يحيك وطبعا يعطي أنه مؤشر أنه اللاعب عنده الكثير والكثير ما زال طيب. يقدمه طيب. بشكل عام مباراة الهلال ما كان جيد الاتحاد بشكل عام. خلينا نروح الاتحاد بشكل عام بعد ما سولفنا شوي عن بيرك فاين. هل في لمسة مدرب واضحة؟ أنت الحين خلينا ننسى أنك محلل للبرنامج المستقل وأرجعك شوي لبس قميص الاتحاد. راضي عن الاتحاد أنت؟ بشكل عام باستثناء مباراة الهلال الاتحاد يسير في الطريق الصحيح حقق 3 نتائج فوز. يجب أن تنسى مباراة الهلال تمحى من الذاكرة. 3 نقاط مجرد 3 نقاط في الدوري انتهت فيها دروس كبيرة مستفادة فيها يعني معيار حقيقي إذا الاتحاد أراد أن ينافس على الدوري أن يعتبر مباراة الهلال هي المباراة الصحيحة. هذا بشكل عام للاتحاد. لكن لو تجي تسألني الآن عن بلان أكيد أنه ما زال أمامه عمل ما زال أمامه وقت كبير ليبرز منهجية واضحة له كمدرب ليبرز أيضا أسلوب لعب نشوفه بشكل عام يعني معروفة أساليب اللعب 6 المعروفة في كرة القدم. ما زال الاتحاد تائه في أساليب اللعب يملك خطة هجومية طريقة اللعب متعارف عليها ستاندر معروف في كل دول العالم لكن يفتقد إلى أسلوب اللعب اللي ممكن يظهر شكل الفريق. هل هو يلعب بضغط عالي؟ هل هو طيب خليني أسألك متأخر؟ هل هو يلعب بطريقة استحواذ بالتيكا تاكا؟ لا مازال أمام الفريق وقت أو أمام المدرب 4 مباريات حقيقة ما زالت مبكر للحكم عليه. ولكن أعتقد مباراة الهلال يعني أظهرت كثير من نقاط الضعف اللي يجب أن تكون معيار حقيقي لبلان إذا أراد أن يحقق نتائج إيجابية في الدوري السعودي. طيب أنت كاتحادي كابتن لما يلعب الاتحاد مع فرق الوسط كم تعطيه دائما نسبة فوز قبل بداية المباراة؟ فرق الوسط وفرق اللي تحت كم مثلا الخليج بكرة خلنا نقول من بشكل عام فرق تحت الوسط كم تعطيه؟ فوق 50؟ صعوبة الفرق أكيد فوق 50 لأنه الفرق الكبيرة لها هوية ولها شخصية ولها قوة لها عناصر خاصة في الظروف الآن الراهن الآن وجود لاعبين محترفين مميزين طبيعي أنك تعطي الفرق فوق 50 ولكن متى ما أعطيت المباراة احترامها داخل الملعب خارج الملعب تحضير الجاهزية النفسية الجاهزية وجاهزية التحفيز سواء من الجهاز الفني والجهاز الإداري احترام المنافس هذه كلها عوامل جميل. مؤثرة في تحقيق النتائج وتعطي عامل الفرق في اثناء المباراه. كابتن بنزيما يطلع كثير من الصندوق اذا انت راس الحربه و9 9 9 تطلع من الصندوق من اللي بيسجل كابتن يعني هذا الشيء ما حد قاعد يقول لبنزيما هذا الكلام ليش ما حد يحاكي بنزيما في الاتحاد يا كابتن ما تقدرون عليه انتم ولا ايش السالفه؟ والله انا حكيتها هنا في الاستديو مع الزملاء في النشره وقلنا انه هذه مشكله كبيره ولكنها انا التمس وش المشكله الكبيره كابتن المشكله انه يطلع من الصندوق ولا المشكله ما حد يقدر يحاكي اي واحده فيهم لا او الثنتين الثنتين مشكلتين ولكن من يقدر يحاكي ما اعرف لانه ما احنا عايشين داخل ظروف الاتحاد داخل النادي ممكن يكون معاه لكن ما يكون قد يكون كلاعب كبير لكن الحقيقه
انه داخل الصندوق يجب انه ما يخرج كثير، لانه خصوصا انه تملك الجناحين الان مميزين وتملك صانع لعب رائع جدا، ولكن انا التمس للعذر في سنه وفي اسمه ما يقدر يغيب عن لمس الكره، يحب انه يكون هو متواجد، يحب انه يتواجد ويلعب، لانه اللاعب المميز اللاعب الكبير الفنان واضح. ما يقدر يغيب 5-7-8 دقائق ما يمسك الكره. طيب شكرا جزيلا كابتننا الانيق كان في الملعب وخارج الملعب ايضا كابتن خميس الزهراني. بعد قليل قطب مصر على أرض السعودية وفي المملكة أرينا ومواجهة أفريقية. حياكم الله، تشهد الرياض اليوم الجمعة وتحديدا المملكة أرينا لقاء يجمع قطبي الكرة المصرية على كأس السوبر الأفريقي. لا مش صعب، ما فيش حاجة صعبة على الزمالك. لا إن شاء الله الأهلي ما بتخافش عليه. يا ليالي عودي تاني بالأمجاد. العرضة بتاع ديزو ما تجيش في العرضة بكرة إن شاء الله هنكسب. والأهلي لما بيجي بينشرح قلبنا. من تلتة شمال يهز جبال من أعلى صوت يشجع الأبطال. مشكلة إحنا بنلعب فريق يعني بيقولوا عليه قطب تاني، كمان ما فيش قطب أصلا، هو قطب واحد بس الأهلي. أنت أبيض بين الأهلاوية. بس أنا قلبي أحمر من جوه. طول عمر الاهلي ضعيف مره. روحنا فداه دايما معاه. اولي اولي. هؤلاء كلهم الاحب المصريين وصلوا الى الرياض، ومن مصر يلتحق بنا كابتن محمد زيدان. محمد ما رحت للرياض؟ ها عزموك بكره؟ عزموا كل الناس، معقوله ما يعزموك؟ لا رايح مسافر بكره. ان شاء الله مسافر بكره ما شاء الله. محمد محمد انت اجلت السفر عشان اكون معاك النهارده من القاهره. يا سلام يا سلام، منورنا دايما. زيزو انت بورسعيدي صح؟ بورسعيدي. البورسعيديه اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا ما تسالش السؤال ده، السؤال ده ما يتجاوبش عليه على الهوا. مين اكثر في بورسعيد، زملكاويه ولا اهلاويه؟ يعني البورسعيدية يعني لا مش هينفع جواب على السؤال ده، بلاش بلاش السياسة على الهوا بلاش. الأمور دي بيني وبينك لما أجي لك إن شاء الله. طيب ماشي، خلينا بس نقول هذه مباراة طبعا في نطاق السوبر الأفريقي. الأندية المصرية طبعا لها 5 أجانب فقط يلعب معهم فلسطينيين، الفلسطيني لا يعامل كأجنبي في مصر، بس شوية نعمل ريفرش كذا لمعلومات مشاهدينا ما غير المصريين. زيزو مين الأكثر جاهزية قبل المباراة؟ اللي تشوفه هو فت اليوم وجاهز ممكن يلعب مباراة كبيرة. الفرقتين أنا من وجهة نظر الفرقتين مركزين تركيز عالي جدا. الفرقتين عارفين قد إيه أهمية المباراة. طبعا أنت بتتكلم على الديربي المصري والكلاسيكو المصري اللي هو أهم مباراة بين القطبيين المصريين. صحيح. الأهلي والزمالك. الفرقتين مستعدين جامد جدا. خلينا نقول برضو المباراتين اللي فاتوا للفرقتين قدام الفرقتين الكينيين جورماهيا وبوليس الكيني وجورماهيا الكيني كانت مش هم المقياس او هو الاختبار الحقيقي الكبير. صحيح. الفرقتين فازوا في المباراتين بس ما كانش اختبار كبير. المباراتين انا من وجهة نظري كانوا سهلين.
على الفرقتين. المباراة هي المهمة جدا طبعا للفرقتين، هي مباراة كاس السوبر الأفريقي، مباراة كبيرة جدا. طبعا مش أول مرة السعودية تستضيف الأهلي والزمالك في حدث مهم زي ده ومباراة كبيرة زي دي. شايف آخر مباراة لو تفتكر يا بتال والجماهير تفتكر كانت بين الزمالك والأهلي، كانت برضو في السعودية. الزمالك عمل مباراة كبيرة جدا بسبب أخطاء دفاعية، صحيح. قدر الأهلي يستغل الأخطاء في ظل ما كان الزمالك مستحوذ على المباراة، أو كان في الفترة اللي الأهلي تقدم فيها كان الزمالك بيأدي أفضل، بس خطأ دفاعي تقريبا كان من وجهة نظري أو على ما أتذكر كان فتوح غطى في الأوفسايد في غلطة دفاعية تقدم فيها الأهلي، والأهلي لما بيتقدم صعب أن أنت تعرف ترجعه تاني. صح. وبعدها على طول في الدوري المصري الزمالك خد يعني رد اعتباره في الدوري وفاز على الأهلي 2-1. جميل. طيب وطبعا المباراة كبيرة جدا، مباراة بطولة محمد الغيابات، خلينا أفريقية فرقتين مركزين، خلينا نحكي عن الغيابات. طبعا الأهلي عنده غياب مهم جدا يعني اللي هو المؤثر اللي هو علي معلول، لكن مصاب من فترة طويلة، فأصلا البديل يعني أعطيت الله لاعب المغرب لاعب المونديال الأخير ولاعب كويس، بس الزمالك عنده فتوح أحمد فتوح اللي غيابه ما في بديل له. نقدر نقول أنه غيابات الزمالك مؤثرة أكثر؟ يعني بص، هو الأهلي جاب يحيى عطية الله من اللاعب المنتخب المغربي، عنده خبرة كبيرة جدا، لعيب مهم جدا، جابه في وقت هو فعلا محتاج يعزز الحتة في الجنب الشمال. نفس الكلام بعد أزمة فتوح، الزمالك كان عنده أزمة كبيرة جدا في ناحية الشمال، وكان بيضطر أن يودي عمر جابر في ناحية الشمال. صحيح. ويخلي في ناحية اليمين محمد شحاتة. هو دلوقتي كمان عزز الصفوف بتاعته. فريق الزمالك في ناحية الشمال جاب محمد حمدي من إمبي ولاعب المنتخب الأولمبي، لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا. وكمان محمود بن تايك لعيب المغربي جابه برضو في ناحية الشمال. فأنا أعتقد أن الزمالك دلوقتي قدر أنه يحل مشكلته في ناحية الشمال، وفي نفس الوقت برضو عزز الناحية الهجومية. مشلاك لعيب بولندا اللي كان بيلعب في الدوري السعودي، لعيب مهم. صحيح. جدا، لعيب سريع جدا. فأعتقد أن الزمالك برضو في الناحية الهجومية أو في ناحية الشمال بالتحديد بمشلاك أو مصطفى شلبي، وعنده وراء بن تايك أو محمد حمدي، فبقى عنده جبهة شمال قوية قدر يحل الأزمة بتاعت فتوح. وفي نفس الكلام الأهلي غياب علي معلول قدر يحلها بيحيى عطية الله. طبعا مشلاك كان يلعب في نادي أحد سعودي في الدرجة الأولى السعودية، هو رايح إعارة. زيزو، من اللي يشبهك في الفريقين؟ من اللي تحسه يشبهك يعني تاريخيا؟ بص، اللعيب اللي بحب طريقة لعبه في الفريقين أو في الفرقتين من الزمالك، بحب طريقة لعب زيزو، بحس إن هو فنان، مشاكس جدا، سريع جدا، أداؤه فنان، بيجري على المرمى، يعني دايما بتحس ان عنده حلول في الملعب. يعني طبعا عبد الله السعيد خبره كبيره جدا، بس انا بحس عبد الله مايسترو كده جوه الملعب، بيعرف ازاي يقرا المباراه. لكن زيزو سريع ومهاري وبيشوط من كل حته، وبتحس انه بيلعب على المرمى. في الاهلي طبعا بحب جدا امام عاشور، بحس ان امام عاشور فنان وهو بيلعب، عنده حلول برضو في الملعب. بحب وسام ابو علي دايما، وبعدين بيتألق في الفتره الاخيره. واكتر لعيب في الفرقتين انا مبسوط من ادائه في الفتره الاخيره رامي ربيعه، شفنا قد ايه هو مؤثر جدا كمدافع، بقى هداف في الفتره الاخيره. في كل المباريات بنشوف رامي ربيعه يا بيسجل اهداف يا بيصنع اهداف، حتى مع المنتخب يعني في اخر مباراتين سجل في الماتشين اللي فاتوا قدام يومها جورماهيا الكيني، سجل في الماتشين الذهاب والاياب، وسجل مع منتخب مصر وصنع هدف للمنتخب لتريزيجيه. طيب. لو نفتكر كبير جدا، فبقى لاعب مؤثر جدا رامي ربيعه. طيب الأهلي بيفتقد لمنعم، يعني اللي يمكن يكون أفضل قلب دفاع الآن يمكن يعني في مصر، ويمكن حتى ينافس على التوب 5 في القارة الأفريقية. خلينا نقول البديل مالي المكان طبعا أكيد بيفتقده، بس طبعا بص انا طبعا طبعا الاهلي هيفتقد محمد عبد المنعم، بس الاهلي عمره ما بيقف على لعيب يا بتال. بس هذه انا اتكلم انه يعني مكان حساس، منعم يلعب في قلب الدفاع لسنوات، يعني مثبت اقدامه في هذا المكان في منتخب مصر وفي الاهلي، فانه لما تفقد واحد عنصر بهذا الشكل اكيد حتعاني شويه.
فعلا هو طبعا هو هيعاني، بس انا زي ما قلت لك انا يعني محمد عبد المنعم لعيب كبير جدا، وكان يعني الاحتراف ليه حاجه كويسه وحاجه كويسه للنادي الاهلي برضو، وفي نفس الوقت هو عنده ياسر محمد في المكان ده، وتالق رامي ربيعه اعتقد انه هيعوض غياب محمد عبد المنعم. يعني خلي بالك الاهلي يعني كل العناصر اللي موجوده في الملعب عندها حلول، بتعرف يعني عمر ما كولر عنده مشكله مين بيبدا صحيح. مين بيقعد، هو دايما طريقته في اللعب والعناصر اللي موجوده عنده كلهم بيشيلوا بعض وكلهم بيقدموا بشكل كبير جدا. خلي بالك برضو احنا الشارع المصري كله بيتجه ان المباراه محسومه للاهلي. طبعا انا من وجهه نظري المباراه صعبه جدا جدا على الاهلي، لان الزمالك مركز بشكل كبير، اللعيبه مركزه بشكل كبير، ودي الخطوره يا بتال ان انت لما تبقى داخل المباراه وحاسس ان انت هتكسبها او الناس حاسه ان الاهلي هيكسب وفجاه تلاقي مفاجاه من الخصم. شكرا احمد زيدان، ننتظر المواجهه الافريقيه العربيه الكبيره في الرياض، القاكم.